أقامت منظمة مرام العاملة في المجال الإنساني احتفالية للأطفال في إحدى مدارس معرة النعمان لدعمهم نفسيا وإخراجهم من حالة الخوف التي تشكلت لديهم نتيجة قصف مدارسهم في محاولة لإعادتهم إلى مقاعد الدراسة. نحن فريق مرام للدعم النفسي بمعرة النعمان وخان شيخون. نحن مشروعنا خلال 3 شهور جولات ميدانية على المدارس. بسبب الأوضاع اللي عم تصير عنا صار في خلل كتير بالحالة التدريسية، فاخترنا أنه نعمل نحن أكبر لوحة للطفل بتحوي على معلومات. نحن الأطفال هن ساعدونا بلزق المبادئ الأساسية للتعليم على البحر، يعني هن أخذوا المعلومة بس بطريقة نشاط ترفيهي. حاول القائمون على الفعالية إدخال أسلوب جديد في التعليم من خلال رسومات على جدران المدرسة. تحتوي الرسومات على برنامج تعليمي يسمى ببحر المعلومات، وسيعتبر أساساً للعملية التعليمية في المدرسة، وسيتم تقييم هذه التجربة والتي من الممكن أن يتم تعميمها على أكبر عدد ممكن من المدارس في حال نجاحها. يعني الأولاد كتير عم ينبسطوا بهالمشروع هذا، حتى عم يتابعوا أعمالهم بالبيت، يعني أعمال الرسم والأشغال هاي عم يتابعوها بالبيت، ويعني خطوة كتير كويسة للطفل لدعم نفسيته. إحنا جينا نتعلم وندرس ونكون أشطر شيء بكل المدارس، كنا أولى على كل الصف، يعني ما بس أنا، كل الأطفال والأولاد فرحوا كتير لأن عملنا حفل احتفال. يعطيك العافية. وغنيتوا كمان أستاذ؟ نعم غنينا وفرحنا كتير. الحفل تخلله أناشيد ومسرحيات للأطفال الذين كانوا يتخوفون من المدارس. والجدير بالذكر أن طيران العدوان الروسي ونظام الأسد كان قد بدأ بحملة قصف ممنهج للمدارس في عموم الشمال السوري، وارتكب خلالها مجازر بحق الأطفال والكوادر التعليمية. تسعى الجمعيات العاملة في المجال الإنساني إلى رسم الابتسامة على وجوه الأطفال وتحسين حالتهم النفسية، خاصة بعد استهداف النظام وحلفائه للمدارس. محمد فيصل، أورينت نيوز، معرة النعمان.